عليكم، صبحكم بخير. الشهرة مشاكل وضريبة حقيقة ومزعجة أحيانا. من أهم مشاكل الشهرة هي واختارة حقيقة هي إن الناس يأخذون عنك صورة نمطية، فيتخيلونك إنك بهالشكل هذا اللي هم يبغون في فلوسهم. هم يحط لك قالب، فإن طلعت يعني أصغر من القالب شوي قام ومطك لين تقطع عشان تصير بالشكل اللي هو يبغاه، وإن كنت أطول قام وقطع من أطرافك عشان يصير نفس المقاس. الطرح على فكرة قد يطرحه واحد من الفلاسفة المشهورين في العالم، وإنه فرنسي تسمي مالتان. من المشاكل اللي أنا أعاني منها شخصيا إنه أحيانا إذا أعلنت عن أي شيء، عن أي منتج أو هذا، يعني يشتريه مو عشان منتج ولا أو يتصل يعني دورني أنا عشان يشدني عنه. والله أنا ما أقدر أجرب كل شيء، كل شيء أعلن عنه ما أقدر أجربه، وأنسى أحيانا اللي بيتأكد مني أنا يقوم يراسلني وش رأيك وش رأيك. يا هو أنا ما أدري، أنا نسيته والله. ياك تحط عنوان للشركة، اترك عناوينهم، دور عنوانك أنت برقمك يقوم يراسلك ينشدك. يا أخي أنا ماني موظف عندهم. أما أطرف شيء وأغربه وأصعب حقيقة على النفس، إنك أحيانا تدخل في مشروع، في تأسيس مشروع يدخلون فيه ناس أحيانا كثير وأحيانا شويين، ثم تفاجأ بعد فترة. طبعا ما كل المشاريع تنجح، تفاجأ واحد من اللي داخلين يتصل يدورك، أبغاك أبغاك أبغاك، خير إن شاء الله، يقول مشروع الفلاني تخبره، خير إن شاء الله، المشروع ما نجح. طيب وإذا ما نجح؟ والله أنا شفت اسمك. طيب إذا شفت اسمي أنا صرت أعرفهم. لا والله يعني نبغاكم ترجعون شو تبغون، أنا ما أخذ منكم فلوس. تعاملت معك؟ لا والله بس إني أنا شفتك وأملت فيك خير. طيب إذا أملت فيك خير يعني أنا أخذت، مو أنا شريك وما نجحت، مو أنا خسران، إلا والله ندري إنك خسران. طيب إيش والله حتى سليمان الراجحي ما يعطيك ظني على له واحدة، لأن يقول يا أخي قيسي قيسك وأنا ساهم ومشترك مثلي مثلك وفلوسنا ضاعت، والشركات وأغلب البزنس ترى ما ينجح، ترى ما ينجح إلا قليل جدا. أصلا هذه طبيعة التجارة، ما يغتن من الناس إلا قليل، ولا تنجح من الشركات والشركات والتجارة إلا قليل، أغلبها ما ينجح مرة ومرتين وثلاثة لين يسر الله أمره. نوعيتين، نوعية قصيرة الأمد ونوعية لا والله طويلة الأمد. النوعية القصيرة الأمد يجيك من دفع يمشي بسرعة 260-280، ما يفكر في ساحر ولا شيء، مره طاير. انا واثق فيك، انا واثق فيك يا حبيبي، هذا بزنس، هذه تجاره رجال، لا تثق فيه، اذا ما تعرفه لا تدخل. لا انا واثق، انت موجود انا واثق. هم ذا بعد ساعتين 4 ساعات يوم، بعد ما ينتهي كل شيء يسجل ياخذ يوتير كذا باقصى سرعته، بنفس السرعه ياخذ يوتير ويجيك راجع على طول. والله انا معليش انا متحسف. النوعية طويلة الأمد برضه يجيك طائر كذا يمشي بأقصى سرعة، لكن ما ياخذ يوتير، لا يبتل يبتل، ثم تفاجأ بعد فترة والله أنا ما كنت أعرف، أنا ما كنت أفهم، أنا مسعور أنت. يا أخي مشكلة فلوسك إذا ما تعرف التجارة والبيزنس وخايف الناس يأكلونها كلها، أنت قبله روح مسافر فرنسا ولبس شورت كذا، مش اسم التيشيرت وشورت، كل ايس كريم، كل فلوسك ما بتحطها في استثمار. وينكم وين رحتوا وين جيت؟ في التجارة ليس بسهولة تصورها، أكثر الناس ترى ياخذ وقت طويل، وأحيانا تنجح لكن فترة محدودة، بعدين يجيك محولا على راسك. التجارة التاجر لازم يدخل في اكثر من شغله واكثر من بيزنس واكثر من ليش عشان تستمر اموره، مو ترى ما عنده شغله واحده، هذا نادر جدا عنده حاجه واحده يشتغل عليها. الفرق بين التاجر والفقير، التاجر والثري فلوسه هي اللي تجيب له الفلوس، هو قاعد فلوسه تروح تجيب الفلوس، واما الفقير لا، هو اللي يروح يجيب الفلوس. عرفت الفرق؟